هي كذا بس قصه يعني كذا جو جن، قصه جن وجو تكتيل زي افلام السيريال كيلر بس جن. فكره بنت لذينه قلت له. والله لكم عندي قصص عن الجن يا حسام، اديها فرصه حسام. والله نصور فيديو بسيط نرفعه على اليوتيوب نشوف تقبل الناس. بس هي دي اللحظة اللي لو أقول لكم كانت أهم لحظة في حياتي حتقولوا عني ببالغ، بس تدروا ليش لا، خلوني أبالغ. معكم صهيب قدس، واليوم هنستعرض لكم توب 5 أسوأ أفلام عرضت على مر التاريخ.